السلام عليكم يا أصدقاء. في طريقي من ينبع إلى المدينة، وقررت أتوقف في بلد صغيرة قوي اسمها المسيجيد. المسيجيد كنت نيتي إن أنا لما اتحركت امبارح من ينبع إن أنا دي هتكون نقطة التوقف بتاعتي، وبعدين قبل المغرب كده بساعة ونص ولا حاجة العجلة اليمين نامت، وقفت. كان من حسن الحظ عند نقطة مسجد صغير كده، عبال ما لحمتها وبتاع، وكان الطريق كله طلعات، فقررت ان انا بايت هناك. و قلت نكمل على المدينة المنورة النهاردة. وصلت جعان جدا، ما كانش معايا الا حتة سندوتش فراخ صغير قد كده، وحتة فطيرة بالجبنة قد كده، التهمتهم التهاما، ومن ساعتها وانا على لحم بطني. والمسيجيد دي اول يعني مكان مأهول في مطاعم وفي بقالات وفي كلام من ده. فقطعت 35 كيلو مطالع، كلها مطالع، وانا دلوقتي على مطالع، بالحياة كلها مطالع. شايفين الجبال؟ يعني شايفين الجبال دي؟ بتخلص سلسلة جبال تدخل في سلسلة جبال، تخلص سلسلة جبال تدخل في سلسلة جبال، وطالع لا تنتهي، والطاقة نفذت تماما. انا هروح دلوقتي المدينة او القرية دي اشوف مطعم يستحسن يكون هندي او باكستاني، واكل اكلة شهية، واكمل لكم الفيديو هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اصدقاء. انا النهاردة في ضيافة اخي الغالي عبد العزيز عبد الله ابو عبد المجيد. يعني شوفوا لما بيقولوا رب صدفة خير من الف ميعاد، احنا دلوقتي متواجدين في مدينة صغيرة خالص اسمها المسيجيد. وبعدين انا جاي رايح على المدينة من ينبع، وهو ماشي من المدينة لينبع. انا رايح من ينبع للمدينة، هو من المدينة لينبع. وبالصدفة الشديدة في نفس اللحظة لقينا نفسنا في نفس المدينة. مخصوص لكم في سر المدينة، وانت رد المدينة. مخصوص مخصوص لكم. يا رب يا كلام. مخصوص نطلع. شوفوا بقى كرم الضيافة. والله شوف ما هو هذا، والله ان شاء الله. كابتن عبد الله من اهل المدينه اصلا، واهل المدينه طيبه طيبه وبشاشه وترحاب غير عادي. يلا سلام، خلونا ناكل بقى.